نروح معاكم على خبر يمكن تداول في السوشيال ميديا وعلى منصات الأخبار من أمس ويمكن أحزننا كثيرا. توفي يوم أمس الفنان الكويتي مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعدما نقل قبل أيام إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية بعد مسيرة حافلة في التمثيل توجهت بعشرات الأعمال، وخلف رحيل البلام حالة من الحزن بين رواد التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الأوساط الفنية الكبيرة اللي رثت الفنان ليلة أمس. ويعني كمان إحنا باسم برنامج سيدتي وقناة روتانا الخليجية نتقدم بأحر التعازي لأسرة البلام ولكامل الأوساط الفنية الكويتية أو الخليجية أو العربية بشكل كام. كان فنان صنع كثير من البسمة على وجوهنا وساهم كثير في أعمال درامية كانت ناجحة. ما نقول غير الله يغفر له ويرحمه ويثبته ويصبر أهله يا رب. اللهم آمين يا رب.